السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لتجدد اللقاء ضمن هذه الدورات المباركات، وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. ولا أريد أن أسهب محافظة على الوقت خاصة، وأننا ليس لدينا إلا القليل، ونحرص على يعني ختم متن الورقات، ولعل المشايخ الفضلاء قدموا مقدمات في فضل العلم وفي فضل طلبة العلم وفضل العلماء، فنكتفي بهذا ونكمل من حيث انتهينا فيما يتعلق بموضوع الورقات. نحن كنا في الدورة السابقة وقفنا عند بعض مسائل الأمر، ويقرأ الشيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أحسنت. هذه المسألة من مسائل الأمر، وفيها ستة مسائل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله تعالى: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والمقصود هنا أي من الذين يتناولهم الخطاب، يعني خطاب الله جل وعلا، المقصود فيها الأوامر والنواهي. قال: المؤمنون، لأن الله تعالى خاطب المؤمنين بالتكاليف: يا أيها الذين آمنوا كثيرا ما جاء في القرآن، والخطاب فيه للمؤمن. ولذلك هذه المسألة الأولى، مسألة أن يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ثانيا، المسألة الثانية، قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. فهم غير داخلين في الخطاب. عندنا مسألة أصولية يطلق عليها علماء الأصول عوارض الأهلية. عوارض الأهلية، ومعنى عوارض الأهلية الأوصاف أو الأشياء التي تجعل المسلم غير مكلف، غير مكلف، بمعنى أنه لا يتجه إليه الخطاب لا بالأمر ولا بالنهي، إلا في مسائل المتلفات، وهذه يذكرونها في كتب الفروع. ولذلك ذكر المصنف هنا ذكر ثلاثة من أصناف الناس لا يتناولهم الخطاب. وقلت لكم ما معنى خطاب الله؟ الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي. إذن ذكر ثلاثة فقط، ولا شك بأن هناك ما هو أكثر من هذا، لكن البحث فيما تبقى طويل، فاقتصر المصنف على هؤلاء الثلاث. المسألة الثالثة، ذكر الساهي. الساهي اسم فاعل من السهو، وهو الغفلة، وهو الغفلة. ولذلك الساهي غير مخاطب حال سهوه. الساهي غير مخاطب حال سهوه، وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن متى ما انزال السهو والنسيان وجب عليه تدارك ما فاته إن كان مما يتدارك، وجب عليه تدارك ما فاته إن كان مما يتدارك. المسألة الرابعة، الصبي. والصبي المقصود به الطفل الذي هو دون
البلوغ يسمى صبيا وينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز، وحد التمييز هو سن السابعة، ولذلك الطفل باتفاق العلماء غير مكلف، غير مكلف، ولذلك لا يخاطب بالأوامر ولا بالنواهي، لا يخاطب بالأوامر ولا بالنواهي، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر من الثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم، ومعنى يحتلم يعني يبلغ، والإجماع منعقد على أن الصبي لا يؤمر، لا يؤمر، الصبي لا يكلف، عفوا، أن الصبي غير مكلف، ولا إثم عليه لو ترك واجبا أو ارتكب محرما، حتى إنهم يقولون عمد الصبي كخطأ البالغ، عمد الصبي كخطأ البالغ، والمعنى بأن الصبي غير مكلف. في المتلفات نعم، يعني إذا أتلف شيء فإنه يكون في ماله أو يكون في مال وليه. طيب، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، هل هذا دليل على التكليف؟ الجواب لا، هذا ليس دليل على التكليف، وإنما المخاطب به من؟ ولي الصبي، ولذلك يسأل ولي الصبي يوم القيامة عن الصبي، عن أمره الصبي في هذه الفترة، في هذه الفترة. الإمام مالك رحمة الله عليه يذهب إلى أن الصبي عموما غير مكلف لا بالواجبات ولا بالمحرمات، وإنما تكليفه يكون من قبيل المندوبات والمكروهات، يعني بالنسبة للصلاة الصبي في حقه مندوبة، بالنسبة للمحرمات مكروهة، واستثنينا قبل قليل ما يتعلق بالمتلفات، وهذا لا يعني السماح للصبي بارتكاب المحرمات، لا، وإنما نحن نتكلم في مسألة التكليف، في مسألة التكليف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما لقي ركبا من روحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل هذا على أن ولي الصبي يؤجر، ولي الصبي يؤجر، والصبي أحد عوارض، أو الصغر أحد عوارض الأهلية. المسألة الخامسة: الجنون. والمجنون هو فاقد العقل، سواء كان فاقدا له بالكلية أو فاقدا له أو فاقدا لعقله حينا دون حين، حينا دون حين. والعقل هو مناط التكليف، ولذلك المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف. ودل على هذا أيضا النصوص الأخرى، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: وعن المجنون حتى يعقل. السادس، المسألة السادسة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكفار، قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، لم نك من المصلين. بالنسبة للكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي، ومخاطبتهم بالأوامر والنواهي لها صورتان: الصورة الأولى مخاطبون بالإسلام والإيمان، مخاطبون بالإسلام والإيمان، وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن جميع الناس مخاطبون بالإسلام والإيمان، ولذلك يجب على جميع الناس أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله تعالى رضيه دينا، قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله جل وعلا في بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما الصورة الثانية فهي المخاطبة بفروع الشريعة، المخاطبة بفروع الشريعة، المقصود بفروع الشريعة ما هي؟ هي ما سوى العقيدة، ما سوى العقيدة، وهذه محل خلاف
عند أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الماتن رحمه الله تعالى اختار بأنهم مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة وبالحج بقية الفروع، وهذا قول أهل العلم من أهل التحقيق، قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة، منها قول الله عز وجل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فهم كفار، لكن الله تعالى ذكر بأنهم مخاطبون بالصلاة. وأيضا يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فنلحظ بأن هنا جاء ذكر أيضا فروع الشريعة وغير ذلك من الأدلة. ذهب بعض العلماء إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا القول منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض الشافعية، واستدلوا بأن يعني ما الفائدة من مخاطبتهم بفروع الشريعة، وهذه الفروع لا تقبل منهم لفقدهم الإيمان، لفقدهم الإيمان. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهم مخاطبون بترك المنهيات لا بفعل المأمورات، مخاطبون بترك المنهيات لا بفعل المأمورات. والراجح من أقوال أهل من أقوال العلماء من علماء الأصول القول الأول، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وثمرة القول هذا ما هو؟ أنهم كما أنهم يحاسبون على تركهم الإيمان، يحاسبون أيضا على تركهم ما هو من مقتضيات الإيمان التي يسميها الفقهاء فروع الشريعة. هذه ستة مسائل في هذا المقطع. نعم. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. بمعنى أن الله تعالى إذا أمر بشيء فإن هذا الأمر يقتضي النهي عن ضده، وإذا نهى الله جل وعلا عن شيء فإن هذا النهي يقتضي الأمر بضده. ولذلك إذا قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، وجب على المسلم أن لا يشتغل بغير الصلاة في وقتها أو في وقت إقامتها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فهنا أمر بإقامة الصلاة، واشتغل المصلي بالصلاة فإنه ينهى عن الاشتغال بغيرها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده، فالله جل وعلا أمر بالزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طبعا الحديث: فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك الإنسان مأمور بالزواج، مأمور أن يتزوج، وإن لم يفعل فإنه يبتعد عن ضده وهو الزنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النهي عن الزنا في نصوص القرآن والسنة أمر بضده. ما هو ضد الزنا؟ الزواج. فإن لم يستطع الزواج فإنه يفعل أو يأتي بأحد أضداده عندك الصيام، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، التسري أيضا وهذا قديما، وغير ذلك. ولذلك المؤمن منهي عنه الوقوع في الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده. ما هو ضد الزنا؟ الزواج. فإن لم يستطع يتسرى، فإن لم يستطع يصوم، وبقية الأشياء والأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه قاعدة مهمة أصولية، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. نعم.
قال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم، ذكرنا لكم في يعني ما سبق بأن الأمر والنهي طلبان، لكن الأمر طلب بإيجاد الشيء والنهي طلب بترك الشيء، ولذلك قال هنا: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. وذكرنا لكم الأمر إذا كان ممن هو أعلى منه فإنه أمر، وإذا كان مساويا له فإنه التماس، وإذا كان ممن هو فوقه فإنه دعاء. بارك الله فيكم. هنا النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه. هذا المقطع فيه مجموعة مسائل، منها أولا تعريف النهي. المصنف رحمة الله عليه الماتن عرف النهي بقوله: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ولا تقرب الزنا، ولا تقرب الزنا. هذا نهي من الله عز وجل على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. ولذلك قوله استدعاء أي طلب، استدعاء طلب على سبيل الوجوب، يعني على سبيل على وجوب ترك المنهي عنه، على وجوب ترك المنهي عنه. المسألة الثانية أن النهي الأصل فيه التحريم، وهذا قول جماهير أهل العلم، فالنهي إذا ورد يصرف إلى التحريم مباشرة، إلا إذا كان ثم قرينة، فإذا وجدت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة نقل إلى الكراهة، نقل إلى الكراهة. ولذلك الله عز وجل قال لآدم وحواء: ولا تقربا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نهاهم الله عز وجل عن قربان هذه الشجرة، وبين أنه فيما لو إذا اقتربا منها أكلا فإنهما من الظالمين، فدل هذا على أن النهي للتحريم. وأيضا يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا. ولذلك جمع هنا بين الأمر والنهي: وما آتاكم الرسول فخذوه، والأمر يقتضي الوجوب، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دل على أن النهي يفيد التحريم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ما نه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. الملاحظ أن المصنف لم يذكر صيغة النهي اكتفاء بصيغة الأمر التي ذكرناها في الدورة السابقة، فلما كانت صيغة الأمر افعل والنهي ضده تكون صيغته ماذا؟ لا تفعل، لا تفعل، هذه صيغة النهي. ولذلك قال جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا إلى القبور. هذه كلها أدلة على أدلة تفيد صيغ النهي، وهي لا تفعل، لا تفعل. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه المسألة الأخرى: ويدل على فساد المنهي عنه. إذن النهي عندنا يفيد التحريم ويدل على فساد المنهي عنه، والمصنف رحمه الله اختار هذا، وإلا المسألة فيها خلاف وفيها يعني بحث عند أهل العلم: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ هذه مسألة خلافية. نلاحظ بأن المصنف اختار قول من قال أن النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، وكأنه يشير إلى أن النهي يقتضي الفساد عموما، سواء كان النهي عائدا لذات الشيء أو لشرطه أو لوصفه اللازم أو لأمر خارج عنه. وهذه حقيقة مسألة يعني تحتاج إلى بحث. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن النهي يقتضي
فساد المنهي عنه إذا كان راجعاً لذاته، إذا كان راجعاً لذاته. ما معنى راجعاً لذاته؟ مثل السجود على القبر مثلاً، السجود على القبر هذا يدلنا على بطلان الصلاة، على بطلان الصلاة. كذلك دعاء غير الله عز وجل يدل على بطلان الدعاء، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. أما الحالة الثانية، إذا كان النهي عائداً إلى شرطه أو وصفه، فإن أيضاً يكون يدل النهي على فساد المنهي عنه. من ذلك من صلى بغير وضوء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك من صلى بغير وضوء فإنه فاقد لشرط من شروط صحة الوضوء، لأن الوضوء عائد إلى ماذا؟ إلى شرط العبادة، إلى شرط العبادة. ولذلك تكون الصلاة باطلة، تكون الصلاة باطلة. كذلك من صلى كاشفا عورته فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى شرط المنهي عنه. أما الصورة الثالثة أو الأمر الثالث وهو أن النهي إذا عاد، النهي إذا كان لأمر خارج عن العبادة، لأمر خارج عن العبادة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير على أن النهي لا يدل على فساد العبادة، فساد المنهي عنه. مثل أن يصلي الرجل وهو مسبل، يصلي الرجل وهو مسبل فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة، خارج عن العبادة. كذلك إذا صلى الرجل بثوب حرير مثلا، في قول الجمهور قالوا الصلاة صحيحة مع الكراهة، كراهية لبس الذهب بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال، قالوا لأن هذا أمر، هذا النهي لأمر خارج العبادة، ليس هو النهي ليس لذات العبادة ولا لشرطها ولا لوصفها. واضح؟ هذه المسألة. إذن ألخص لكم مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول الذي اختاره الماتن أن النهي يقتضي الفساد، سواء عاد إلى ذاته أو إلى شرطه أو إلى وصفه أو إلى أمر خارج عنه، يعني فيما يظهر حتى لو كان إلى أمر خارج عنه. هذا فيما يظهر من كلام المصنف، لكن قد يقال بأنه لا يعني الأمر الخارج، لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن النهي إذا كان لأمر خارج عن العبادة فإنه لا يفسد المنهي عنه، ولا يحكم عليه بالبطلان، لا يحكم عليه بالبطلان. هذا القول الأول. القول الثاني، ذهب بعض الأصوليين ومنهم الحنفية إلى أن النهي لا يقتضي الفساد ولا الصحة، لا يقتضي الفساد ولا الصحة. استدلوا بأن صيغة النهي لا تدل إلا على مجرد طلب الترك ولا تدل على صحة الفعل. في هناك قول ثالث فصلوا في هذا، فقالوا بأن النهي إذا كان في العبادات فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان في المعاملات فإنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. وقلت لكم الراجح قول جماهير أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد إذا كان راجعاً لذات العبادة أو لشرطها أو لوصفها. أما إذا كان عائداً لأمر خارج العبادة، وضربت لكم مثال بمن صلى وهو لابس، بالنسبة للرجل إذا صلى وعليه ثوب حرير أو صلى وهو مسبل مثلاً، قلنا بأن الصلاة صحيح. لماذا؟ لأن هذا النهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة. نعم.
قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، الآن ذكر يعني صيغ الأمر. صيغ الأمر، طبعا مسألة صيغ الأمر لو رجعنا إلى كتب الأصول لوجدنا بأن العلماء ذكروا صيغا كثيرة جدا، حتى إن ابن النجار ذكر 34 معنى لصيغ الأمر، وابن اللحام ذكر 16 معنى لصيغ الأمر، لكن المصنف هنا الماتن اختصرها في هذه الأربعة، في هذه الأربعة، فذكر أن صيغة الأمر ترد وتأتي ويراد بها أولا الإباح، الإباح، فتأتي أحيانا صيغة الأمر والمقصود فيها الإباحة وليس الوجوب، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيب. كلوا، ماذا نعرب كلوا؟ فعل أمر، فعل أمر. أهل العلم متفقون على أن كلوا هنا فعل أمر لكنه يفيد الإباحة وليس الوجوب، وليس الوجوب. أيضا في قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا فعل أمر لكنه ليس على الوجوب وإنما على الإباح. ثانيا التهديد، تأتي صيغة الأمر ويراد بها التهديد، مثل قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاطت بها، إلى آخر الآيات. هنا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ظاهره أمر لكنه على التهديد، هذا على التهديد، واضح. وأيضا في قول الله عز وجل: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا هنا أمر لكن يفيد ماذا؟ التهديد، التهديد. الصيغة الثالثة التسوية، التسوية، وهي التسوية بين الشيئين، والمراد بها أن الحال والشأن سواء فعلت هذا أو فعلت هذا، مثل قول الله عز وجل: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هنا سوى بين صبرهم وعدم صبرهم، عجزهم عن الصبر، فهم في العذاب سواء، في العذاب سواء، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليهم. الصيغة الرابعة التكوين، الصيغة الرابعة التكوين، والمقصود به ماذا؟ التعجيز، المراد التعجيز، مثل قول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا من التكوين، والمقصود بهذا التعجيز، التعجيز. وأيضا مثل قول الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. فهذا ليس أمرا على ظاهره، مثل للطلب المقتضي للوجوب كما سبق وأن ذكرنا، وإنما هو تعجيز، ولذلك قال كونوا، ولذلك قال كونوا. نعم، طبعا من أهل التحقيق من حصر صيغ الأمر ب16 صيغة، وهذا أغلب الأصوليين ذكرها، لكن الغالب أن العمل على هذه الأربع صيغ يعني الواردة في نصوص القرآن والسنة. نعم. قال: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل
وما يجري مجراه. نعم، الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر بيان العام والخاص، هذه المسألة من أهم مسائل أصول الفقه، أهم مسائل أصول الفقه، وقطب رحى أصول الفقه على مسألة العام والخاص، لأن نصوص القرآن هي تقوم على العموم وعلى أيضا الخصوص، نصوص القرآن والسنة. ولذلك يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، المسلمون، المؤمنون، وغير ذلك من الألفاظ، ألفاظ العموم. ولذلك المصنف رحمة الله عليه عرف العام بقوله ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا. العام أصلا في اللغة مأخوذ من الشمول، مأخوذ من الشمول، عام يقال مطر عام، يعني شامل، شمل الجميع. أما في الاصطلاح طبعا المصنف قال أما العام عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. فالعام عم اثنين فأكثر أو شيئين فأكثر. وأما في الاصطلاح فالعام عرفه المصنف بقوله ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، هذا تعريف المصنف، تعريف المصنف. ولذلك العام هو ما عم شيئين فصاعدا. التعبير بشيئين أولى حتى يشمل ما يعقل وما لا، وما لا يعقل، حتى يشمل ما يعقل وما لا يعقل. ولذلك العموم نسبي، فإن كل لفظ عام عام بالنسبة لما تحته، عام بالنسبة لما تحته، وهو خاص بالنسبة لما فوقه. الآن نقول مثلا أعطيت عممت الطلاب بماذا؟ بالهدايا، هذا عام، لكن الطلاب هؤلاء خاص بالنسبة لما هو فوقهم، بقية الناس، بقية أهل البلد مثلا، بقية جنس الشباب مثلا، هذا الذي يقصده العلماء. المسألة الثانية أن المصنف رحمة الله عليه ذكر ألفاظ العام وحصرها في أربعة، وهذه أيضا مسألة غاية في الأهمية بالنسبة لطالب العلم، وهي أن ألفاظ يعني صيغ العموم أو صيغ ألفاظ العموم التي وضعها العرب وهي جاءت في القرآن والسنة أربعة. وهنا أنبه إلى مسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، قال وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية وظهر بعد المئة الثالثة. وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة ومن أهل المرجئة، من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره ذلك إلى جحد العموم في اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك أجمع العلماء من الصحابة، وطبعا انتهى كلام شيخ الإسلام، لكن العلماء يقولون هناك إجماع من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب، ما لم يوجد دليل مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة. وهذا الكلام مهم جدا، لأن من الطوائف من ظهر وحصر التكاليف أو الخطاب الإلهي بعصر الصحابة، ولا يرون عموم هذا في الأمة إلى يوم القيامة. وهذا مدخل خطير فيه هدم لنصوص القرآن والسنة، أو عدم إعمال نصوص القرآن والسنة في الناس. ولذلك قالوا هي حالات وجدت في عصر سابق وتنقطع بانقطاع العصر، وتنقطع بانقطاع العصر. ولذلك الأصل أن العموم يبقى على عمومه،
والعلماء يبحثون في المخصص لا يبحثون في العموم. وأقيموا الصلاة هذا للأمة إلى يوم القيامة. إذا وجد استثناء مثلا في المريض في المغمى عليه هذا هو الذي يطلبه العلماء. ولا تقربوا الزنا عام إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. فالأصل في العمومات إبقاؤها على ما هي عليه إلا إذا ورد دليل مخصص فإنه يبحث ويلجأ إليه. ومن الذي يلجأ إليه؟ العلماء لا يلجأ إليه عامة الناس يتحكمون، وإنما يلجأ إليه العلماء. ولذلك الله عز وجل أمر خلقه وعباده بأوامر ونهاهم عن نواهي كثيرة، فيجب على الناس أن يلتزموا الأوامر ويلتزموا النواهي. فإذا وجد استثناء فإنه يرجع إلى هذا الاستثناء. ذكر هنا ألفاظ الصيغ أو ألفاظ العموم وصيغ العموم. قال أولاً الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد إذا سبق بالألف واللام الاستغراقية وليست العهدية، انتبهوا، الاستغراقية، فإنها تعم جميع الناس، تعم جميع الناس. فإذا دخلت الألف واللام الاستغراقية مثلاً على الإنسان، إنسان دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية عمت جميع الناس. ولذلك قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، يعم جميع الناس، يعم جميع الناس، بدليل أنه استثني منه بقوله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولو كان المراد به واحدا لما كان للاستثناء فائدة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لو كان هذا المراد بالإنسان هنا الواحد ما كان هناك داعي للاستثناء، بل لا يصح الاستثناء كما سنذكر بعد قليل في موضعه. وأيضا في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق الأل هنا الاستغراقية، تعم كل سارق وسارق، كل سارق وسارق. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. اللفظ الثاني الذي ذكره الماتن قال اسم الجمع المعرف باللام مثل المؤمنون في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. اسم الجمع المعرف باللام مثل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، لأنه إذا كان المفرد تدخل عليه ال فتفيد العموم فإن الجمع من باب أولى. قلنا قبل قليل والعصر إن الإنسان شمل جنس الإنسان، جميع الناس، لدخول أل الاستغراقية عليه. كيف بالجمع؟ اسم الجمع المعرف باللام فمن باب أولى، من باب أولى. ولذلك المراد بالجمع هنا الذي أشار إليه المصنف اللفظ الواحد الدال على جماعة، اللفظ الواحد الدال على جماعة. ويدخل فيه الأنواع الثلاث. أولا الجمع، قال تعالى قد أفلح المؤمنون، قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الثاني اسم الجمع مثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يشمل كل العوالم، كل العوالم. الثالث اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي، وهما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء. اسم الجنس الجمعي وهو ما يدل على اثنين
ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل قول الله عز وجل: إن البقرة تشابه علينا. البقر مفردها ما هو؟ بقرة، بقرة. أو مثلا هو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالياء، مثل قول الله عز وجل: غلبت الروم، مفردها ما هو؟ رومي، رومي. وهذا في كل الأنواع تفيد العموم. اللفظ الثالث: الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة، كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، يعني في من يعقل وفي من لا يعقل، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء. هذا قول الماتن رحمه الله تعالى، الماتن رحمه الله تعالى. سميت الأسماء المبهمة مبهمة لعمومها، فتعم كل شيء لإبهامها، هي أبهمت لهذا المعنى، أبهمت لهذا المعنى، ولذلك تعم، ولذلك تعم. قال هنا: إذا نظرنا إلى ما أشار إليه الماتن نجد بأن الأسماء المبهمة هي ثلاثة أنواع من الأسماء، ثلاثة أنواع من الأسماء: اسم الشرط، والأسماء الشرط، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام. ولذلك يمكن أن نعبر ونقول بأن الأسماء المبهمة للعموم مطلقاً، سواء كانت أسماء شرط أو أسماء استفهام أو أسماء موصولة. وذكرت لكم بأن سميت مبهمة لأن لا تفيد المعرفة بعين من الأعيان خاص، بل يستوي فيها ما تحتها من جميع الأشياء، البشر، الحيوانات، الموجودات، هذا هو العموم. ولذلك مثل في قول الله عز وجل: وليملل الذي عليه الحق. من هو الذي عليه الحق؟ ها؟ كل من له، كل من عليه الحق، نقول كل من عليه الحق، هذا هو العموم، هذا هو العموم. ولذلك المصنف ذكر أمثلة للأسماء المبهمة، قال: استفهامية أو شرطية أو موصول. قال رحمة الله عليه: قد ضرب أمثلة، أي للاستفهام. نعم، أي للاستفهام. مثلا في قول الله تعالى: أي الفريقين خير مقاما، أي الفريقين خير مقام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما سأله: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذه طبعا أي تأتي لمن يعقل ولمن لا يعقل. أين في المكان، أين في المكان، منها قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، يعني في أي مكان كنتم يأتيكم الموت. متى في الزمان، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، أي في أي وقت يكون نصر الله. ولذلك متى في الزمان. من وما، من للعاقل وما لغير العاقل. من مثلا في قول الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ومن هنا تعرب ماذا، ماذا تعرب من هنا؟ موصولة، تعرب موصولة. ولله يسجد الذي في السماوات والأرض. وأيضا تأتي من بمعنى الاستفهام، مثل قول الله جل وعلا: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وأيضا في قول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. أما الشرطية فهي في قول الله تعالى مثلا كمثال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه شرطية. وفي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأما ما الموصولة، ما إما أن تكون موصولة أيضا أو استفهامية أو شرطية كذلك. ما الموصولة مثلا في قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. ما هنا موصولة،
وفي قوله جل وعلا: وما عند الله خير للأبرار، هذه أيضا ما الموصولة تعم. والاستفهامية في كما في قول الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني المقصود عموم المرسلين، فهي استفهامية. وكذلك في قوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. والشرطية كما في قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا مثال لما الشرطية، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، والآية الأخرى يعلمه الله. الصيغة الرابعة أو اللفظ الرابع: لا في النكرات، لا في النكرات. والمقصود هنا النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي، النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي، لأن لا تأتي نافية وتأتي ناهية، ولذلك النكرة هي ما يدل على واحد غير معين، مثل تقول رجل، رجل بالتنوين، هذا يدل على فرد من ذكور بني آدم ويطلق على البالغين بلا تعيين. طيب إذا جاءت لا ناهية أو نافية ثم جاء بعدها اسم نكرة دل على العموم، دل على العموم، لا رجل يعني لا رجل موجود في هذا المكان. وأيضا مثل يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا هنا نافية، لا هنا نافية، وإله نكرة، قال لا إله، فتفيد نفي جميع المعبودات من دون الله تعالى. ومثل ذلك في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تنفي عموم الرفث والفسوق والجدال. فعموما النكرة إذا جاءت في الكتاب والسنة وسبقت بلا، سواء كانت نافية أو ناهية، فإنها تفيد ماذا؟ العموم. والنكرات في سياق النهي تفيد العموم طبعا، كما يقول الناظم في تتمة البيت. طيب تفضل. قال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقول: العموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. الذي يجري مجرى الفعل مثل إيش؟ الإشارة، الإشارة مثلا، المعاني مثل الأخرس مثلا، أو بعض المعاني. ولذلك يقول: العموم من صفات النطق، من صفات النطق، فلا ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، من الفعل وما يجري مجراه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة كما في حديث ابن عمر وحديث أسامة. فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة فعل ولا قول؟ فعل، لكن ما يعم، لو أنه عم لتقاتل الناس على الصلاة داخل الكعبة، ولذلك هو فعل، والفعل لا يفيد العموم، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما كرره. ولذلك دائما العموم بالنسبة للعموم من صفات النطق وليس من صفات الفعل، وما يجري مجرى الفعل مثل الإشارة وبعض المعاني. نعم. قال: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، هذا الخاص، الخاص دائما يأتي في مقابل العام،
العموم ما عم شيئين فأكثر. الخاص هو المنفرد، الخاص هو المنفرد، ومنها قولك اختصصته بكذا، يعني أفردته به، أفردته بهذا الشيء، أفردته بهذا الشيء. ولذلك المصنف ماذا عرف الخاص؟ قال والخاص يقابل العام. طيب قال والتخصيص تمييز بعض الجملة، فما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ التخصيص هو في مقابل العام، عفواً الخاص في مقابل العام، الخاص في مقابل العام. أما التخصيص فهي عملية يقوم بها المجتهد يجمع فيها بين الدليلين العام والخاص. إذن التخصيص عملية يقوم بها المجتهد يجمع فيها بين الدليلين العام والخاص. ولذلك التخصيص قيام المجتهد بإخراج بعض ما يتناوله العام بدليل مخصص، بدليل مخصص. وأما الخاص فيأتي في مقابل العام عموما، يأتي في مقابل العام عموما. طبعا المصنف قال ينقسم إلى متصل ومنفصل، قال ينقسم إلى متصل ومنفصل، هذا بالنسبة للتخصيص. ذكر أن هنا أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المتصل، بمعنى أن الذي يأتي العام ومخصصه في نص واحد، مثل في قوله جل وعلا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، هذا الاستثناء متصل ولذلك جاء في آية واحد، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه لأنه يأتي متصلا. إنما البحث دائما يكون في المنفصل، وهو أن يأتي العام في موضع والمخصص في موضع آخر، فقد يأتي في القرآن في موضع ويأتي في القرآن في موضع آخر، قد يأتي في السنة في موضع ويأتي في موضع آخر في السنة، وقد يكون المخصص في السنة أو المخصص في القرآن، وكذلك القياس كما ذكر، وكذلك القياس كما ذكر. ولذلك نستطيع أن نذكر بأن أنواع أن المنفصل قال فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، هذا بالنسبة للأقسام المتصل، أقسام المتصل. وأما المنفصل فذكر بأنه يأتي في مواطن. الآن نذكر أنواع المتصل. قال المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، هذه أنواع المخصصات المتصلة. قال الاستثناء، التقييد أو التخصيص بالاستثناء. طيب ما معنى الاستثناء؟ يعرف العلماء الاستثناء يقولون إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهذا إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، من شرط أن يكون متصلا بالكلام. واضح؟ هذا هو الاستثناء، الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا هو المخصص الأول. ولذلك يكون الاستثناء بأداة الاستثناء وهي إلا، مثلا لك علي خمسة إلا درهمين، مثلا لك علي خمسة إلا درهمين، مثل ما ذكرت قبل قليل في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، هذا اتصال، هذا تخصيص متصل بالاستثناء، بالاستثناء. ولذلك التخصيص يكون بأدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء إما إلا وحاشا وعدا وسوى وغير مثلا، أو ما عدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا، هذه أداة الاستثناء، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حراما. طبعا المؤلف ذكر شرطين لصحة الاستثناء واعتباره، الأول يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه
شيء يعني مثلا لو قال شخص لك علي عشرة إلا عشرة، قالوا هذا لا يصح لأنه ما بقي شيء. ولذلك قال لا يصح إلا أن يبقى منه شيء، لك علي عشرة إلا مثلا كذا، نعم يصح. واختلفوا في المستثنى هل يكون أكثر من المستثنى منه أم لا، سأذكر هذا. في قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، ولذلك سجد الملائكة كلهم إلا إبليس، صح هنا الاستثناء، هذا أحد الأدلة لأنه بقي منه شيء. وكذلك في قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. اختلف العلماء في نفس الاستثناء، هل يشترط أن يكون أقل من نصف المستثنى منه أو أكثر؟ جمهور الأصوليين يقولون بأنه لا فرق، يعني لو قال له علي عشرة إلا واحدا قالوا صح ولزمه تسعة، وكذا لو قال له علي عشرة إلا تسعة قالوا صح ولزمه واحد. الحنابلة خالفوا وقالوا لا بد أن يبقى النصف أكثر، له علي عشرة إلا مثلا ستة، ها قالوا إذا قال إلا ستة فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه أكثر من النصف. لكن لو قال له علي عشرة إلا خمسة قالوا صح، ويستدلوا لذلك بدلالات اللغة في مسألة الاستثناء. والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور، هذا هو الشرط الأول اللي ذكر المصنف. الشرط الثاني اتصال المستثنى بالمستثنى منه، ولما قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني يتصل المستثنى بالمستثنى منه بلا انقطاع. مثلا لو قال له علي ألف درهم ثم مثلا أصابته سعلة أو كحة مثلا أو ذهب أو شرب الماء مثلا ثم قال إلا مئة مثلا، إلا مئة، يقولون بأن هذا الاستثناء لا يصح. لماذا؟ لعدم اتصاله بالكلام. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى أن الاتصال يتحقق ما دام في المجلس، ما دام أنه في المجلس، فلو يعني قطع الاستثناء أمر اختياري أو أمر ضروري قال لا ينقطع، فيبقى ما دام في المجلس، ما دام في المجلس. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، والمعنى طبعا الأصل ما هو؟ أن المستثنى منه يأتي أولا ثم المستثنى بعده، هذه القاعدة، المستثنى منه أولا هو الذي يكون يبتدأ به في الكلام والمستثنى يأتي بعد ذلك، مثل قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وين المستثنى منه؟ الملائكة. الملائكة والمستثنى إبليس، إذن تقدم المستثنى منه على المستثنى. لكن هذه المسألة ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، يذكرون هذا في الجواز، يذكرون هذا في الجواز. ولذلك يعني سنذكر أيضا شيء من الأدلة حول هذه المسألة. قال أيضا ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. ما معنى من الجنس ومن غيره؟ أن يستثني الإنسان من الجنس ويستثني من غير الجنس، يستثني من غير الجنس. الأصل أن الاستثناء يكون من ماذا؟ من الجنس نفسه. جاء الطلاب إلا واحدا،
يعني واحد من الطلاب ما أتى، جاء إن مثلا تشابه البقر علينا إلا بقرة، هذا مستثنى من جنسه، لكن أن يكون من غير جنسه فإن هذا أيضا يجوز. ولذلك في سجود الملائكة ماذا قال تعالى؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وهل إبليس من جنس الملائكة؟ الجواب لا، إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور. وأيضا نعم، ولذلك الآية هذه نص على أنه جواز أن يستثنى مثلا من غير جنس المستثنى منه، من غير جنس المستثنى منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. هذا المخصص الثاني وهو الشرط، هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق الحكم بإن أو إحدى أخواتها، الشرط تعليق الحكم بإن أو إحدى أخواتها، مثل: إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه. فإكرامك لزيد مخصص بمجيئه، بمجيئه، ولذلك ليس هو إكرام مطلق وعام، وإنما في حالة المجيء، في حالة المجيء. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لو ما ذكر الشرط هنا إن لم يكن لهن ولد، فماذا يكون نصيب الزوج؟ النصف دائما. لكن لما ذكر الشرط هنا أصبح للزوج أحد نصي أحد سهمين، إما النصف وإما الربع، فإن كان لها ولد فله الربع، وإن لم يكن لها ولد فله النصف، فله النصف. وأيضا في قوله جل وعلا: وإن كن أولات أحمال فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فأنفقوا عليهن. دل هذا على أنه إن لم تكن ذات حمل فإنها خرجت من عموم الآية بهذا الشرط، وهو قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل، وإن كن أولات حمل. وقول المصنف رحمة الله عليه: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، طبعا هذه يعني يذكرون بأنها مسألة لغوية، فالأصل أن يبدأ بالحكم، مثل قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم يأتي الشرط بعد ذلك: إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. ولكن لما نراجع بعض النصوص نجد بأنه يجوز أيضا أن يتأخر الشرط عن المشروط، الشرط عن المشروط. ولذلك في قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا بدأ بالشرط ولا بالمشروط؟ ها، بالمشروط، وتأخر الشرط. لكن في قوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بدأ بالشرط ولا المشروط؟ بدأ بالشرط، فدل أن المسألة سائغة وجائزة ولله الحمد والمن. ثم قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، يعني الرقبة في الكفارات قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. هذا هو المخصص الثالث، وهو التقييد بالصفة، التقييد بالصفة. وخلاصة التقييد بالصفة يعني نذكرها في أربع صور، في أربع صور، وهي في الغالب تأتي يعني في آية آية فتحرير رقبة مؤمنة، لكن في نصوص أيضا أخرى في الظهار وفي غير الظهار
لها اتصال بهذا. عندنا الصورة الأولى طبعا حمل المطلق على المقيد باعتبار الحكم والسبب له أربع صور: حمل المطلق على المقيد، هذا من التخصيص عموما، ولكن المطلق والمقيد له باب مستقل أيضا. حمل المطلق على المقيد له، المقيد له باعتبار الحكم والسبب، عندنا حكم وعندنا سبب، له أربع صور. الصورة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، وهذا باتفاق العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد. ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ يعني المقيد يقضي على المطلق، هذا المعنى. ها طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واضح؟ في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هنا اتحد السبب، اتحد سبب الحديثين. سبب الحديثين ما هو؟ الأرض، والحكم الطهارة الترابية، الطهارة الترابية. فيحمل المطلق هنا على المقيد فيهما، وهو أن الحديث الثاني قيد الأرض بالتربة وقيد استعمال التراب إذا لم يجد الماء. هذه الصورة الأولى، حينما يتحد الحكم ويتحد السبب. الصورة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في السبب، ولكن يختلفان في الحكم، وهذا طبعا حصل فيه خلاف طويل عند العلماء. فجماهير علماء الأصول يذهبون إلى عدم حمل المطلق على المقيد، قالوا ما يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم واتحد السبب. مثال ذلك، والأمثلة تبسط وتوضح، مثلا في آية الظهار، كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ركز على قوله تعالى: قبل أن يتماس. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذكر هنا من قبل أن يتماس؟ ها، ما ذكر. فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. طيب، السبب الموجب للكفارة هنا ما هو؟ الظهار. السبب الموجب للكفارة هنا الظهار في الآيتين، الآية الأولى والآية الثانية، والذين يظاهرون، والثانية كذلك فيما يتعلق بالكفار. لكن الحكم اختلف، في الأول تحرير رقبة، وقد قيد ذلك بأنه يكون قبل أن يتماس، يعني قبل أن يجامعها. والحكم الثاني إطعام 60 مسكينا، ولكنه مطلق. طبعا ذكر الكفارة: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، إطعام 60 مسكينا جاءت بعد ذلك، فمن لم يجد، طبعا تحرير الرقبة، فمن لم يجد صيام، فمن لم يستطع الإطعام. الحكم الثاني اللي هو في المفرق بين الإطعام وبين الصيام لم يذكر فيه ما أطلقه في الأولى، لم يذكر فيه في الحكم إطعام 60 مسكينا، جاء مطلقا، جاء مطلقا، ولم يقيد بما جاء في الصيام والعتق من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. ولذلك جماهير
علماء الأصول قالوا بأنه لا يُحمل المطلق على المقيد، فيكون على هذا من لم يجد رقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، ومن لم يستطع فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. في مسألة الرقبة قال جل وعلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، عليه من جامع قبل أن يعتق رقبة قالوا يعيد، وفي الصيام قالوا من في الإطعام قال في الصيام عفوا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، قالوا من جامع قبل أن يصوم شهرين أعاد استأنف. أما في الإطعام قالوا بأنه لو جامع قبل أن يطعم فإنه ماذا؟ لا تنتقض كفارته، لاختلاف ماذا؟ لأنه اختلف اتحد المطلق والمقيد في السبب، واختلف في الحكم. الصورة الثالثة أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفان في السبب، يختلفان في السبب، عكس المسألة التي قبلها، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفان في السبب. وهذه طبعا المسألة اللي دائما يذكرها العلماء في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، التي جاءت في كفارة القتل الخطأ، ويحملون عليها جميع الكفارات، أن يشترطون في الرقبة أن تكون مؤمنة، مثل كفارة الظهار، كفارة الأيمان. الصورة الرابعة وهي أن يختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أطلنا عليكم، سامحونا، نحاول أننا نستعجل، لكن عاد الشكوى لله. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه ما هي يا شباب؟ هذه ها أسئلة؟ ها هذه الجوائز. طيب تحبون الجوائز؟ من يعرف لي العام بتعريف المصنف؟ تفضل يا حمزة. ما عم شيئين فأكثر، تفضل وصلوا. طيب من يذكر الصور الأربع الأخيرة اللي ما أعتقد تنسى في مسألة حمل المطلق على المقيد؟ أيوة، ضيعتنا. أعد أعد. أولا يتفق في الحكم والسبب. طيب ثانيا في طريقة جيدة دائما للحفظ، إذا وجدت يعني متقابلة دائما نذكرها، أن يتفق في الحكم والسبب، أن يختلف في الحكم والسبب، راح النصف. الثالثة ما هي؟ أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. مثل إيش؟ اذكر مثال. ها أي يتفق في الحكم ويختلف في السبب، الرقبة المؤمنة. ها طيب الصورة الرابعة العكس. يا استاهل يا طيب. من يذكر أربعة من عوارض الأهلية؟ أنا ما أدري اللي سئلوا في الدرس السابق لا يأخذوا مرتين، اللي أخذ في الدرس السابق لا ما يرفع يدي. ها عبد الله. الخطأ، أي نعم، الصغر والجنون. بارك الله فيك. إن شاء الله غدا نلتقي بعد المغرب وبعد العشاء، وفي سحب يقول أن الشيخ جزاه الله خير إمام المسجد يقول في سحب ل تذكرة العمرة. كم وحدة؟ واحدة؟ واحدة فقط. ها يلا بالتوفيق. ها خرجت خلاص. صلى الله عليه وسلم.